باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوع بتاعنا اللي هي الخلدة. اللي برشا معنا مساجات جاتني شنين عامل لها الخلدة شنين عامل لها الخلدة. وبرشا قالوا لي الخلدة منين تطلع؟ منين تتكون معنا العلوش ولا الكبش؟ الخلدة فيها أنواع. لازم تكون خلدة تجي من الهواء. علوش يروح في الكاميون يضرب هواء ولا حاجة كل بشرك نجم تتنفخ تعمل له خلدة. ونجم يكون الخلدة من سريقة من الفاكسان، فاكسان صدقوية برشا من الحرارة من الوجيعة يعمل خلدة. وتنجم خلدة مرضك الخبيث عافانا وعافاكم الله. نحكي في الخلدة نحن توا نتاع الزريق. باه. أول حاجة تعملها أنا توا باش نوريكم وهي طايبة حاضرة باش. خاطر باش المرة الجاية توا نوريكم معناها فيديو آخر نوريكم واش تعملوا من الأول. هذه المرحلة الأخرانية نتاع الخلدة. المرحلة الأولانية نتاع الخلدة أعطيني هكا الإبرة يا شوتي. تجيب له الخلدة. تجبد إبرة نتاع زريق. طيح لعلوش كتفه ولا كبش خاطرها توجع تعيط شكون يشد معاك وتشد الخلده تنزل عليها مليح مليح وتشدها بالابره وتدخل الابره تاكد من الدور توسعها وتخرج الابره بالسلام بالعافيه خليها هكاك مده جميعه من زمان طيحوا دوب ما تعمل اكثر تشوف القيح بدا باش يخرج وقتها تشد لام اعطيني لام بابا وقتها تشد لام طيحوا كيما هكا تشد لام ماضي تحلها له يا ال ال هكا يا اكس يا اس تنزل تا يخرج كل شيء بعد ما تخرج هكا الوسخ هذاك الكل اعطيني هكا سيران تعبي البيتادين في الزريقه ولا كان عندك هكا اسمه ذاك الاخر تحسن وخلينا في البيتادين تعبي البيتادين في الزريقه وتنزل في البلاصه اللي فرغت منها انت حاجاكم القيح تنزل في وسط البيتادين تنظف وتعصر خليه يخرج وماذا بكم تزلقوا له حاجة مضادة للقيح اللي هي كما البينيسيلين ميل هي مفقودة تلقى حاجة اللي تعوذها ولا تلقى حاجة ولا تلقاها هي بيدة عندك شكون يخدم في السبيطار ولا كذا تجيبوا لك تعملوا له زلق دقان مدة جميعة من زمان باش ترتاح جملة واحدة هذا يا خويا موضوع الخلدة وتوا باش نوريكم في الخلدة كيفاش تتنحي تبدا طيب معناها كيفاش مشكون معناها هكا اليوتيوب ما يحبوش الدم ينحيوه ضربناه خويا بالله ركز عليها يبقى بالله وتوا باش تخرج هاك خويا توا ولا هاك قاعدة توا تخرج شوية بشوية اعطيني هاكا شليقة بابا وراك تعملو قندويات خويا شكون يعرف تحميو بها رواحكم قداش عندك جرحة في يدك ولا حاجة اعطيني هاذي ايه ترى شد مليح شد مليح شد مليح مركز اياب مساكر شي حسو شد مليح شد مليح هاي قبل دجا كانت منفوخة أكثر من هكا وراهمك في القاع هكا يا باب غالي هكا خويا هكا هكا ليتها توسع بالك لماكسيمو قد ما تحل في الضربة قد ما هي تخرج خير بعد يسيقك شيب شوية واش دمك عندك البوز انت ايهبا وراه اغزر لي كي باش تضرب اللام ما تروفش ثم القشرة البرانية ما عندك فيها حتى دخل دمك كي تضرب تخلص للدخلانية باش تنجم تخرجها هي بيد اعطيني بابا سيرانك هذه السيرانك اللي فيها البيتادين نجيو في وسطها وننزلو هاو كاريتوها نجيو في وسطها ديزا دي كيف كيف وننزلو هايكا هاي كاريتها خرجة توا البيتادين هذيك باش نظفها من داخل شفت هاو كاريتها تخرجت ليت اخويا هاي كاريتها تخرجت تدبا مثال بابي توجع بعد توا يا برا مسكين والله يا العلوش هذا اللي تشوفوا فيه الوجيعة هذه الكل تسمى برا تشوفوه كيفاش يعارك بهم تقول القلب كيفاه سبحان الله وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو بلي جست حبيت نحكي حكاية على الفيديو ذي كيفاش وصلت لي كل شيء انا وعلي هشام ديما باتصال في الغرام ديما نهز تليفون
نستشيره في الغرام، نسأله على دواء معين، نسأله على حكاية معينة في الغرام. بصفته من أحسن المغرمة في تونس، هذا كما نقولوش رقم واحد والكمال لله. في آخر كونتاكت أنا وياه ولا نحكي وكي منا ومن غادي، قال لي ديما يقول لي يا ولدي هو تعرف يا وليدي، قال لي كالعلوش اللي صورته عنده خلدة، إن شاء الله نهيرين أخرين باش نعمل له عملية. قلت له خويا أنا سمعت عملية وخلدة، دخت له قلت له يا عم هشام تعمل مزية وسمحني في تعبك، كانت نجم تبعث لي فيديو بعد العملية. صدقني الإنسان هذا ما خذاش ثانية إنه يخمم، طول بالوقت قال لي أوكي، حاجة في صالح الغرام، حاجة باش تهبطها تنفع بها الناس، افيك بليزير ميم با. وفات العملية وبعث لي الفيديو، والفيديو راه ما هبطهاش على الفيسبوك، ثقة كاملة عطاها فيا انا باش نهبطها انا. حبيت نقول له يرحم والديك وبالحق هذه حاجة نعتز بانك تعطي فيا ثقة، وكان قادر يهبطها على الفيسبوك وعلى باج وليا مختار نهبطها انا، وانا اللي طلبتها منه ويرحم والدي. تلاحظوا حاجة في الفيديو، يعصر في بلاصة الخلدة بيد واحدة، تعرف عليش؟ كان قادر يعصر بيديه الزوزة، مختار يعصر بيد واحدة باش الكاميرا تنجم تصور، باش يخلي فضوة تصور منها الكاميرا والمادة خارجة. معناها السيد تعب في العملية ويعصر بيد بركة باش يخلي فراغ باش ولده تحيلي قاعد يصور لنا، كان قادر يعصر بيدي زوزة، أما الكاميرا تنجمش تصور تصور المادة الخارجة والعملية ديتايات الكل. معناها السيد هذا قبل ما يخمم في روحه وقبل ما يخمم في انا، خمم في مغرمة تونس الكل كيفاش يتفرجوا، ويتفرجوا مركزين واضحة الصورة للناس الكل. اول حاجة نحب نقول له سامحني في تعبك يا رجل يا طيب. ثاني حاجة حبيت نقول رو السيد هذا هو بيده 3 شهور التالي سبيتوها رو على الفيسبوك، ما تبدلش رو توا اقوى مغروم وبرافو بولهش، هو بيدو انا نفس المغروم تسبت 3 شهور اللي فات. اما الحمد لله المليار ما يقرباش، والحمد لله اللي كثر فيه القيل والقال يطلع المعدن متاعو به، واللي تلقاه مشكور لطف يا ربي اخويا. الحمد لله كل واحد يجبدو فعله، كل واحد غرمه يحكوا عليه. حبيت نشكره قدام الناس الكل، مرسي بوكو عم هشام ساقون على الثقة هذه الكل، وعلى تعبك في العملية، وعلى النصايح متاعك في الغرام. صوت وصورة معاك خويا، عشنا الغرام، وبالعق يرحم والديك وربي يفضلك صغيراتك، تعبوا زدا في العملية عاونوا فيك برشا غرام، يتعاش ما يتحكيش. سلام.